عايز اكمل بس يعني سريعا كده بعض الاخبار عن منتخب مصر، منتخب احتفل باحمد فتحي اللي هو تم عيد ميلاده ال 30 في المعسكر ودي حاجه جميله طبعا بيحتفل اللاعبين والجهاز الفني باحمد فتحي او اي لعيب يكون عيد ميلاده يعني في نفس توقيت المعسكر. كابتن حسام البدري هيجتمع بلجنه